ونلاحظ هنا إن كل من الأعمش وعبد الله بن مرة ومسروق للعجدع هؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا أو دعا بدعوى الجاهلية. ومعنى ضرب الخدود يعني عند قيام المصيبة. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، والتعبير بشق الجيوب المراد به إظهار الجزع، والمراد بالجيب جيب القميص، وهو الفتحة التي يدخل منها الرأس في القميص يعني في صدر الثوب. وقد اعتاد أهل الجاهلية أنه متى نزلت بهم مصيبة يعبرون عن جزعهم بأن يشق الواحد منهم قميص ثوبه سواء كان رجلا أو امرأة. ودعا بدعوى الجاهلية، والمراد بدعوى الجاهلية يعني ما يسمى بالندب وما يسمى بالتعداد أو بالتعدد، يعني أن يندب حظه وأن يزعم أنه هلك وخسر وضاع إلى غير ذلك من العبارات التي يظهر فيها أن الدنيا أو أن الحياة أو أن المعيشة خذلته ونالت منه، وهذا الذي يسمى بالندم. أو أنه يعدد فضائل هذا الشخص الذي فقده والذي وقعت عليه المصيبة، يعدد فضائله ومكانته وأثره وحسناته وأعماله. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك إظهارا لشان هذا الشخص المفقود. وحيث إن هذا التعداد أو التعدد وإن هذا الندب قد يكون فيه إساءة إلى الرب جل وعلا، وقد يكون فيه يعني سوء تعامل وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفعله الإنسان، لأن فيه إظهار للجزع وفيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره وفيه مواجهة القضاء والقدر وإنكار القضاء والقدر والكفر بالقضاء والقدر، وكل ذلك يتنافى مع الإيمان. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرنا أن ننكر على من يكون هذا شانه، حيث قال لنا: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكلوا. يعني ينبغي أن يواجه ويشتم بما يكرهه وبما ينبهه إلى خطورة ما وقع فيه. الحمد لله لكم الله سبحانه. نعم يدخل ايه؟ لا هذا ما يدخل، لان هذا في سبيل القول بالحق والقول بالواقع، لكن عادة اهل الجاهلية انهم يعني يدعون في مصابهم هذا بدعاوى ليست صحيحة وبدعاوى كاذبة وباطلة. ثم أخرج الإمام مسلم هذا الحديث أيضا من طريق أخرى، أو أنه بين في آخر الحديث اختلاف الألفاظ التي نقلت
عن بعض الرواة. ثم ساق الحديث من طريق أخرى من طريق عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، ثم ساقه من طريق الرابعة قال حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، يعني مراده ابن راهوية وعلي بن خشرم. ونلاحظ هنا أنه قرن علي ابن خشرم مع إسحاق بن راهوية. قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن شعبة، فرجع الإسناد إلى شعبة، وشعبة رواه من طريق عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله. فهذا الحديث يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه عنه مسروق بن الأجدع، وعن مسروق بن الأجدع عبد الله بن مرة، ثم رواه عنه الأعمش. ومن الأعمش اشتهر الحديث، فالحديث يعد من روايات وتفرد الأعمش. أما شيوخ الإمام مسلم رحمه الله ورجال الإسناد، فأولهم يحيى بن يحيى، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال فيه يعني الحافظ ابن حجر ثقة إمام، هو من الطبقة العاشرة، طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. مات سنة 26 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي. قال عمي وهو صغير لكنه ثقة، ومعنى ثقة يعني إنه عدل ضابط تام الضبط، يعني تحت كلمة ثقة يندرج ثلاثة أوصاف: من حيث العدالة عدل فلا مغمز ولا مطعن فيه، ومن حيث الضبط ضابط، بل إنه ضبطه محكم وضبطه تام، وقلما يقع منه الخطأ. هكذا إذا اجتمعت هذه الأوصاف الراوي قيل فيه إنه ثقة. بل إن الحافظ ابن حجر يقول عنه: أحفظ الناس لحديث الأعمش. أحفظ الناس لحديث الأعمش، يعني أنهم قارنوا بين الرواة الذين رووا عن الأعمش فوجدوا إن أكثرهم ضبطا لحديث الأعمش هو أبو معاوية الضرير. والرواية التي بين أيدينا هي من حديثه عن الأعمش، فكانت رواية منضبطة. نعم، قوله ثقة، ثقة تكرار وتأكيد، وهذا يعني أيضا يجعل الراوي في مرتبة أعلى من مرتبة ما قيل فيه اللفظ واحدا. قال: أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره. هو من الطبقة من كبار الطبقة التاسعة، وهي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. مات سنة 95 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. هذا هو محمد بن خازم. ثم روى الإمام مسلم الحديث مرة أخرى من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا من هو أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان،
وعثمان هو المكنى بأبي شيبة الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر، واشتهر بابن أبي شيبة، قال فيه إنه كوفي ثقة حافظ، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب التعديل، لأن المرتبة الأولى كما عرفنا أنها للصحابة رضوان الله عليهم، والمرتبة الثانية لمن قيل فيه أحفظ الناس أو قيل فيه إنه ثقة حافظ أو ثقة ثقة أو ثقة ثبت، يعني أن الوصف يكرر إما بلفظه وإما بمعناه. وهكذا أبو بكر بن أبي شيبة ممن لقب بذلك حيث قال ثقة حافظ. ثم أشار إلى أن أبا بكر بن أبي شيبة له أيضا زيادة ضبط حيث ألف كتابا في الحديث جمع فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، ولذلك كتابه عرف باسم المصنف، عرف باسم المصنف. والتأليف في المصنفات سبق التأليف في المسانيد، يعني أول ما بدأ في التأليف في الحديث عرف بالصحف، وهذا كان في زمن الصحابة أو التابعين رضوان الله عليهم، ثم تبعه بعد ذلك المصنفات والجوامع والموطئات، وهذه معظمها من مؤلفات القرن الثاني. وفي بداية القرن الثالث عرف التأليف بالمسانيد، والفرق بين الجوامع والموطئات والمصنفات وبين المسانيد أن المسانيد تقتصر على المرفوعات، يعني الكتب لا تذكر إلا الحديث المرفوع، يعني المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما المصنفات والموطئات وغيرها فإنها تشتمل على المرفوع والموقوف والمقطوع، فيذكر فيها ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما يضاف إلى الصحابة رضوان الله عليهم من أقوالهم وأفعالهم، وما يضاف إلى التابعين من أقوالهم وأفعالهم، وربما أيضا أضيف إلى ذلك أقوال الأئمة كما هو الشأن في كتاب الإمام مالك رحمه الله الموطأ وغيره من الموطئات. ولما كانت هذه يعني الكتب تجمع المرفوع والموقوف والمقطوع، والأحكام تختلف باختلاف هذه الأحاديث، لذلك بدأ علماء القرن الثالث بالتأليف في المرفوع دون غيره، وأول ما بدأ بالتأليف في المرفوع بدأ بالمسانيد. والمسانيد هي أن يجمع حديث كل صحابي في موضع واحد دون أن ينظر إلى لفظ الحديث أو معنى الحديث، وإنما العبرة بنسبة الحديث إلى هذا الصحابي رضي الله عنه. ولذلك قد يورد الحديث ويتكرر مرات في مواضع مختلفة باختلاف الرواة الذين نقلوا هذا الخبر عن الصحابي، كما هو الشأن في كتاب الإمام أحمد ابن حنبل. فأبو بكر بن أبي شيبة ألف كتابه المصنف، وكتابه المصنف يعني مما حفظته لنا الأيام، وقد طبع طبعات مختلفة أشهرها الطبعة التي جمعت المصنف في 16 مجلد. وهناك من أهل العلم من يشتغل في هذه الأيام على كتاب المصنف ليخرجه محققا
وليخرجه يعني مخرجا ليظهره مخرجا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع. وهنا قرن أبو بكر بن أبي شيبة بين شيخيه أبو معاوية ووكيع، والمراد بوكيع هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، فهو قرين لأبي معاوية. ووكيع بن الجراح عمل يعني في معظم حياته في القضاء، ولذلك ألف كتابا لطيفا ذكر فيه أخبار القضاة، والمراد بهذا يعني ما رواه القضاة وما نقلوه من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أثر عنهم من أسمائهم وأعمالهم التي تميز كثير منهم بها. وكتابه أخبار القضاة كتاب قد طبع في 3 مجلدات. قال حاء، وهذا أيضا كما مر بنا إنه تحويل للسند، ثم روى مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200 وقد روى له الجميع. محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، وأبوه هو عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث. وعرفنا نحن من خلال ما مرت به ترجمة هذا الراوي أن قولهم صاحب حديث يعني صاحب كتاب ألف فيه الحديث، وبهذا يكون أبو معاوية ووكيع وعبد الله بن نمير ثلاثتهم يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن الأعمش. قال جميعا عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة والأعمش وسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، وهذا لقب لقب به، وليس المراد بالتلقيب بهذا اللقب النيل منه، لأن وصف العمش عيب من عيوب العين أو العيون، لكن هو الغرض من ذكره يعني تمييزه عن غيره. وقد مر بنا في أول الكتاب أن المحدثين يعني استجازوا الوصف بهذه الألقاب كالأعمش والأعور والأعمى والأعشى والأعرج وغير ذلك، وهدفهم من هذا إنما هو التمييز وليس الانتقاص، ولذلك لا يندرجون تحت هذا النهي الذي جاء في كتاب الله حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إلى قوله ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قال عن عبد الله بن مرة، وعبد الله بن مرة هو الهمداني أيضا الخارفي الكوفي، وهو من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين، مات 100 من الهجرة وقد روى له الجميع. قال عن مسروق
وهو مسروق بن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي قال ثقة فقيه عابد وهو مخضرم يعني من كبار التابعين ممن أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنهما شرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فكان مخضرما يعني عاش زمنا في الجاهلية وزمنا في الإسلام. قال من الطبقة الثانية وهي طبقة كبار التابعين. ونلاحظ في أن هذا الحديث اجتمع فيه ثلاثة من التابعين وهم الأعمش وعبد الله بن مرة ومسروق. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين من كبار العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم. مناقبه جمة هكذا يقول الحافظ ابن حجر.